كانوا راسخ لمبادئ هذا الحزب من انه كان حزب الوحدة الوطنية. شعاره حتى الان هو الهلال الذي يحتضن الصليب. شعاره حتى الان الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة. الله أكبر. بإذن الله تعالى. أتى المستشار أبو شكر. سنطوي صفحة الماضي ونبدأ جميعا كل الوفديين على قلب وفكر وإرادة وتصميم رجل واحد نحو بناء حزب قوي، نحو أن نكون أمام كوادر شبابية، كوادر للمرأة، كوادر نستطيع بها أن نخوض انتخابات سواء محلية أو برلمانية.